التوثيق الإلكتروني لوثائق مجلس الشورى مشروع يواكب توجه المجلس نحو الحكومة الإلكترونية، ويعد توثيقاً تاريخياً لنتاج المجلس من الدراسات والتقارير وغيرها من الوثائق خلال الفترات من 1991 إلى 2015 للميلاد، ما يشكل نواة تأسيسية لعمل أكبر يشكل موسوعة إلكترونية عمانية للوثائق البرلمانية، تبدأ من أرشفة دراسات المجلس مروراً بالوثائق الأخرى كمحاضر الجلسات ومضابطها، وصولاً إلى عمل شامل يستفاد منه بشكل أكبر. ومن بين أهداف المشروع التسهيل على الباحثين والدارسين عند الرجوع إلى المعلومات والإحصائيات التي ترفد بحوثهم ودراساتهم، تعريف الجمهور الخارجي بإنجازات المجلس وأعماله. ويتضمن المشروع عدداً من الوثائق حسب التصنيفات الآتية: الخطابات السامية أمام مجلس عمان، الدراسات والتوصيات، مشاريع القوانين، مشاريع الاتفاقيات، مضابط الجلسات، محاضر الجلسات، التقارير. صدر قرار رئيس مجلس الشورى رقم 167 على 2014 للميلاد القاضي بتشكيل فريق العمل ليتكون من 12 عضواً برئيسه. تم تقسيم الفريق إلى مجموعات تهدف إلى توثيق وثائق المجلس من 1991 إلى 2015 من خلال عدد من المراحل: توفير وحصر وتصنيف الوثائق، المراجعة والتدقيق اللغوي، الفهرسة والحفظ، المسح الضوئي، رفع الوثائق إلى الأنظمة الإلكترونية.